أبرز عناوين اليوم. تجدد القصف من الجانب السوري على بلدة القصر البقاعية. اجتماع في بعبدة برئاسة الرئيس سليمان وحضور ميقات وقادة الأجهزة الأمنية بحث في الخروقات السورية واتجاه إلى تقديم شكوى للجامعة العربية في شأنها. عشرات القتلى والجرحى في العراق في سلسلة اعتداءات بسيارات مفخخة قبل أيام من انتخابات مجالس المحافظات. واشنطن تؤكد أنها لا تزال منفتحة على محادثات مع كوريا الشمالية وتدعوها إلى القيام بخطوة نحو هذه المحادثات. رئيس فنزويلا بالوكالة نيكولاس مادورو يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية خلفا لتشافيز. تجدد مسلسل القصف على الأراضي اللبنانية صباح اليوم وتحديدا على بلدة القصر البقاعية التي تلقت مزيدا من القذائف السورية المصدر والتي كانت تسببت أمس بمقتل شخصين وجرح عدد آخر. القصف السوري المتكرر استدعى عقد اجتماع أمني في القصر الجمهوري ضم رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال إلى قادة الأجهزة الأمنية وانتهى بالتأكيد أن سلامة أي مواطن وأي قرية لبنانية هي من مسؤولية الدولة حصرا وأن الجيش في كامل جهوزيته لحماية اللبنانيين. في الشأن السياسي جدد الرئيس سليمان مساعيه الرامية إلى أحياء القانون المختلط وأنقاذ الاستحقاق الانتخابي الموعود بالتزامن مع اتجاه جبهة النضال الوطني إلى تقديم طعن باقتراح قانون تعليق مهل الترشح للانتخابات. البداية من بلدة القصر البقاعية التي تجدد القصف السوري عليها وينضم إلينا مباشرة من هناك الزميل هيثم خوند. هيثم، ما هي محصلة القصف السوري؟ هل صحيح ما حكي عن أن القصف يأتي من أكثر من اتجاه من الجيش النظامي ومن المعارضة، وما هي أجواء البلدة؟ نعم منى، ربما الحديث عن أجواء البلدة يحمل معه حال كبير من التوتر داخل بلدة القصر والقرى المجاورة، وذلك يرافقه انتشار كثيف للشبان هنا، لشبان البلدة وشبان الأحزاب المحلية، وذلك كحال من تنفيس الاحتقان وتنفيس الغضب والتوتر الكبير الذي ساد المنطقة إثر مقتل شخصين من المحيط هنا ومن بلدة القصر تحديدا يوم أمس عصر أمس، وذلك يعني والقتلين هما عباس خير الدين وعلي حسن قطايا اللذين قتلا يعني سقوط مباشر لقذيفتين من عيار 107 قربهما، الواحد في بلدة القصر والآخر في بلدة حوش سيد. يعني ربما نستطيع القول أن الجميع مجمع هنا أن مصدر القذائف الوحيد هو الجيش السوري الحر والمسلحين السوريين، وهم يرفضون يعني أنه يكون جيش النظامي متورط حتى في هذه القضية، وهم يؤكدون أن جميع القرى المجاورة من القصير وعدد كبير من القرى السورية لا تزال تحت سيطرة الجيش السوري الحر والثوار السوريين، وهم لذلك ينفون فرضية أن يكون جيش النظام هو من يقوم بقصف هذه القذائف، وهم يشددون على هذا الأمر وبل يحملون الدولة اللبنانية مسؤولية مباشرة تجاه ما يتعرضون له، وحتى وصل الأمر إلى تحميل المسؤولية الأولى والمباشرة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، الذين وهم يؤكدون أن سياسة النائب النفس لم تعد تحتمل ولم تعد مطلوبة خصوصا في مناطقهم، وأنهم سيعمدون بعد ساعات أو ربما بعد أيام على الأكثر إلى الرد مباشرة ويعودون إلى سياسة قطف مقاتلي الجيش السوري الحر والثوار السوريين من داخل الأراضي السورية التي لا تبعد من هنا أكثر من 7 إلى 8 كيلومترات. هم متأكدون أنهم جاهزون 100% للرد، يعطون مهلة أيام للجيش اللبناني لكي يدخل إلى المنطقة ويقوم هو بالرد، وإلا ستتصاعد الأوضاع وتتطور إلى ما لا تحمد عقباه، ويؤكدون أن سلاحهم جاهز لكنهم يعطون الفرصة الأخيرة أمام الجيش والدولة اللبنانية للتحرك. صباح اليوم يعني ما زاد الطين بلة وما زاد الغضب غضبا هو سقوط 3 قذائف جديدة على المنطقة، لكنها يعني لم تسقط داخل القرية بل سقطت على خراج بلدة القصر، ويعني في مكان أقرب إلى الحدود السورية منه إلى داخل البلدة، وهم أكدوا أن أي نقطة دم ستسقط
في هذا يعني في هذا الوقت وفي القريب العاجل سيدفع الثوار السوريون ثمنها كثيرا وثمنا باهظا لهذا الأمر. يعني الأجواء توحي بالتصعيد في حال لم يتحرك الجيش. هم يشكون من غياب الجيش الدائم من المنطقة ويؤكدون التحرك فور سقوط أي قذيفة داخل الأحياء المأهولة. هيثم، اليوم الاجتماع الأمني الذي عقد ببعبدة واحدة من نتائجه كما قال الوزير وائل بوفعور أن الجيش والقوى الأمنية بدأت بالتحرك على طول الحدود طبعا لمعالجة موضوع الخروقات وتطمين المواطنين. هل تؤكد لنا يعني بحسب ما فهمنا من الرسالة أن الجيش لم ينتشر بعد أو حتى القوى الأمنية لا وجود لها في المنطقة؟ منى، يعني للأسف ربما يعني المشاهدات التي تمكننا من رؤيتها تثبت هذا الأمر. لا وجود أبدا للجيش اللبناني، يعني من مدخل الهرمل هو الحاجز الأخير للجيش اللبناني، ومرورا يعني بالهرمل وصولا إلى بلدة القصر والحدود الجيش غائب تماما عن هذه المناطق. حتى يعني عندما كنا نأتي في زيارات سابقة إلى هذه المنطقة كان وجود الجيش كثيفا أكثر يعني من اليوم، الذي يفترض أن يكون الجيش قد بدأ بتسيير دورياته وفقا لقرار اجتماع بعبدة. لكن حتى الآن وحتى هذه اللحظات يعني الغياب الأمني يعني واضح وظاهر إلى حد كبير. يعني نحن لم نتمكن حتى من رؤية أي حاجز، والحواجز الموجودة على الطريق ليست مأهولة حتى. الزميل هيثم خونت، شكرا جزيلا لك. في بعبدة اجتماع برئاسة الرئيس سليمان وحضور ميقاتي وقادة الأجهزة الأمنية للبحث في الخروقات السورية، ومن هناك تنضم إلينا مباشرة الزميلة بيرنا نعم شديد. بيرنا، ضعينا في أجواء مقررات هذا الاجتماع. نعم، إذن مجد، كما ذكرت هذا الاجتماع الأمني القضائي برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وحضور رئيس نجيب ميقاتي وعدد كبير من الوزراء ورؤساء وقادة الأجهزة الأمنية. هذا الاجتماع تطرق إلى مواضيع أساسية لا سيما الاعتداءات والخروقات المتكررة على طول الحدود الشمالية والبقاعية، أيضا إلى ملف النازحين، ملف السجون والمفارز التي أصبحت يعني تعج بالمساجين، وأيضا الأوضاع الأمنية في طرابلس وفي صيدا. فيما يتعلق بالاعتداءات والخروقات المتكررة على الحدود البقاعية والشمالية، تم التأكيد في هذا الاجتماع على أن مسؤولية حماية المواطنين في هذه المنطقة هي من مسؤولية الدولة والأجهزة الأمنية. وفي هذا السياق تم الحديث عن أن الأجهزة الأمنية يعني باشرت إجراءاتها على طول الحدود ما يكفل حماية المواطنين. أيضا بحسب ما قال الوزير وائل أبو فعور فقد طلب من وزير الخارجية توثيق وإعداد مذكرة سيرفعها إلى جامعة الدول العربية بما يتعلق بكل الاعتداءات من أي طرف أتت على الحدود اللبنانية السورية. أيضا فيما يتعلق بموضوع النازحين فقد رفع هذا الاجتماع توصيات بضرورة متابعة هذا الملف لا سيما من النواحي الاجتماعية والإنسانية. أيضا سيتم استعراض الخيارات المستقبلية لمعالجة ملف النازحين، وأيضا تم تكليف وزير الخارجية بالشروع للتحضير لدعوة مجلس الأمن الدولي لاجتماع يعقد في لبنان من أجل متابعة هذا الموضوع، لا سيما أن المساعدات ليست كافية لجميع النازحين وبعد تفشي عدد كبير من الأمراض في بعض المخيمات للنازحين. أيضا تم التركيز على جهود المحافظين والأجهزة الأمنية لوضع حد للمنافسة التي تخلق نوع من التوتر بين النازحين وأهالي المناطق التي أصبحت أكثر من 980 منطقة يتوزع وينتشر فيها النازحون السوريون بحسب ما قال الوزير وائل أبو فعور. أيضا فيما يتعلق بالأوضاع في طرابلس وصيدا فتم التأكيد على القرار السياسي الحاسم وعلى أن تقوم الأجهزة الأمنية بمعالجة الأوضاع هناك بشكل يعني يمنع حدوث أي توتر مستقبلي في هذه المناطق. مجد، ولكن قبل الاستماع إلى أبرز ما جاء خلال هذا الاجتماع على لسان الوزير وائل أبو فعور أود الإشارة إلى أن معلومات الام تي في وفي سياق منفصل فيما يتعلق بتأليف هذه الحكومة المقبلة، مصادر ومعلومات الام تي في تتحدث عن زيارة مرتقبة للرئيس المكلف تمام سلام إلى القصر الجمهوري خلال 48 ساعة المقبلة ليستعرض ورئيس الجمهورية هيكلية وشكل هذه الحكومة المقبلة، كون بحسب أيضا المصادر الرئيس تمام سلام يقوم اليوم
بتدقيق وببحث ودراسة معمقة للأسماء التي أصبحت بين يديه للوزراء الذين قد يكونون ضمن التشكيلة الحكومية، مع أن هذه المصادر أيضا استبعدت أن تكون أن تبصر الحكومة يعني النور هذا الأسبوع، لكن هناك زيارة مرتقبة بحسب المعلومات خلال 48 ساعة. أما الآن فنعود إلى الاجتماع الأمني القضائي الذي عقد في بعبدة، وسنستمع إلى أبرز ما جاء على هذا الاجتماع على لسان الوزير وائل أبو فاعور. تم التأكيد على أن سلامة أي مواطن لبناني أو أي قرية لبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا، وأن أي اعتداء أو قصف من أي جهة أتى هو أمر مرفوض، وبالتالي فأن وزارة الخارجية ستقوم بكل الإجراءات وبكل الاتصالات اللازمة لضمان تحميل كل الأطراف مسؤولياتها في هذا الإطار وعدم تكرار هذه الاعتداءات، كما أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية قد باشرت إجراءاتها على الحدود، والتي تكفل حماية المواطنين اللبنانيين وحماية الأراضي اللبنانية. ونحن لا نحتج على العرب، بل نحتج لديهم. لا نحتج على جامعة الدول العربية، بل نحتج لدى جامعة الدول العربية من على أي اعتداء ممكن أن يحصل من قبل أي طرف. والأمر مفتوح ربطا بالتطورات، كما تم تكليف وزير الخارجية الشروع في التحضيرات لدعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة خاصة تخصص لموضوع النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان. في طرابلس ألقيت قنبلة يدوية أمام نادي الضباط في محلة القبة، بعدما كان سجل مساء أمس ظهور المسلح في منطقة أبي سمرة على خلفية مقتل شاب من آل حسون ليل الجمعة الماضي. بغداد تجبر طائرة سورية وأخرى إيرانية على الهبوط للتفتيش، والأردن يقرر التوجه إلى مجلس الأمن من أجل عرض قضية اللاجئين السوريين وتداعياتها التي بلغت مرحلة التهديد للأمن الوطني الأردني. الله أكبر. الأزمة في سوريا أزمات قد تكون أشدها الأزمة الإنسانية والمتعلقة بالأطفال خصوصا، وفي ظل غياب أي بوادر حل والحديث عن نزاع طويل تزداد حركة اللجوء إلى دول الجوار التي باتت تشكو من عدم قدرتها على استيعاب المزيد من اللاجئين السوريين. صرخة الجوار لم تلقى أذانا دولية صاغية، ما دفع بالأردن إلى إعلان توجهه إلى مجلس الأمن لعرض التداعيات الجسيمة لهذه القضية التي وصلت إلى مرحلة التهديد للأمن الوطني الأردني. كما وصلت قافلة مساعدات سعودية للاجئين في الأردن تتألف من 41 شاحنة محملة بمختلف المواد الغذائية والتموينية والبطانيات والملابس والمياه. هذا إنسانيا، أما دبلوماسيا فوردت معلومات عن نية المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي تقديم استقالته في نيويورك هذا الأسبوع بسبب فشل مساعيه الحثيثة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي والعنف المستشري في سوريا. الله أكبر. ما رميت رميت لكن الله رمى. يلا حجم. ميدانيا شن الطيران الحربي السوري غارات دامية على حي في شمال شرق دمشق وقرية ذات غالبية كردية في شمال شرق سوريا، راح ضحيتها الكثير من الأطفال، كما قتل في دمشق أكثر من 9 أطفال في غارة على حي القابون وفق المرصد السوري. وأفاد المرصد عن مقتل عدد من الأشخاص أيضا في الساعات الأخيرة في سقوط قذائف على ضاحية جرمانة ذات الغالبية المسيحية والدرزية جنوب شرق دمشق. بعد الإعلان ثروة ميقاتي 3.5 مليار دولار. قبل متابعة الأخبار السياسية وقفة مع الاقتصاد وزميل موريس متى. موريس. مرحبا منى ومرحبا ماجد. العنوان لحاله جذاب، هو الخبر لحاله. في تقرير طبعا عن مجلة فوربس للشرق الأوسط عن أكثر 100 شخصية عربية امتلاكا للمليارات، راح نشوف طبعا تفاصيله، وأيضا أخبار أوروبية وعالمية. تفضل.
شكرا. والبداية عربية، تصدر السعوديين قائمة فوربس لأغنى 100 عربي للعام 2013، حيث بلغ عدد الأثرياء السعوديين بالقائمة 41 سري، بوقت احتل لبنان المرتبة الثانية، كما تضمنت القائمة أسماء من مصر الإمارات والكويت من أصحاب المليارات. وكشفت قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط أن الأمير الوليد بن طلال الأمير السعودي وخلال الاستطلاع حافظ على الصدارة، صدارة القائمة بصافي ثروة تقدر ب 20 مليار دولار، تلي الملياردير اللبناني جوزيف صفرة مع 15.9 مليار دولار. وبحسب الأرقام احتل لبنان المرتبة الثانية بعد السعودية بثمان أسماء، واللي ضمت بالإضافة لجوزيف صفرة بالمرتبة الثانية الرئيس نجيب مئاتي، مع المرتبة الثامنة الشخصية له مع 3.5 مليار دولار، وبهاء الحريري بالمرتبة الخمستاش بثروة تقدر ب 2.4 مليار دولار. أما بمصر فكان حضور هالدولة ممثل ب 13 شخصية وبثروة بلغت 9 مليار دولار احتلتها عائلة ساويرس، وكانت المرتبة السابعة عربيا لدولة الإمارات مع عدد أصحاب مليارديرات بعددهم ثلاثة أبرزهم وعلى رأسهم رجل الأعمال ماجد الفطيم مع ثروة تقدر ب 3.6 مليار دولار. أيضا عربيا بلغ معدل البطالة بالعالم العربي 16%، ليوصل عدد العاطلين عن العمل لحوالي 20 مليون شخص بداية عام 2012، أي بزيادة 2% بالمقارنة مع نهاية عام 2010، أي قبل تفجر أحداث الربيع العربي، وذلك بحسب أرقام منظمة العمل العربية وأوضح المدير العام للمنظمة أحمد محمد اللقمان أنه تفاقم البطالة بالمنطقة العربية سببها حالة عدم الاستقرار اللي مرت فيها المنطقة، واللي أدت لتراجع الاستثمارات والإنتاج وظهور مطالب فئوية عطلت الانتاج، بالإضافة لتراجع قطاع السياحة اللي بشكل مصدر مهم جدا لعدد من الدول العربية. وعن الإجراءات العربية المتوقعة لمعالجة هالأزمة، بيّن لقمان أن الدول العربية وضعت توفير فرص العمل ومكافحة البطالة ضمن أولوياتها، إلا أنه حتى اللي بيحصلوا اليوم على وظائف بالقطاع غير المنظم واللي بشكل 50% من القطاع الاقتصادي بالدول العربية ما بيتمتعوا بأي حماية اجتماعية. أيضا عربيا أعلنت وزارة النفط السودانية عن وصول أول دفع من نفط جنوب السودان للأراضي السودانية بعملية تجريبية، مما بيشير لنهاية أزمة النفط بين الطرفين، ومما رح يسمح للبلدين بالحصول على عائدات كبيرة. ومن المتوقع أنه تبدأ عملية الضخ الفعلي للنفط الجنوبي باتجاه السودان خلال أسبوع، ليوصل هالنفط عبر الأنابيب لمينا التصدير ببورتو السودان على البحر الأحمر خلال 45 يوم. وجنوب السودان اللي أصبح بيمتلك حوالي 75% من احتياطي نفط السودان بعد الانفصال، وطبعا كانت جوبا أوقفت إنتاج النفط بداية العام الماضي بعد الأزمة اللي دلعت مع الخرطوم حول رسوم عبور النفط على أراضي السودان، رغم أنه مبيعات الخام بتمثل حدود 98% من عائدات الدولة الجديدة. أوروبيا أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناساسياس أنه قبرص رح تمنح الجنسية القبرصية للمستثمرين الأجانب اللي كانوا بيملكوا ودائع قبل 15 أدار 2013 وفقدوا 3 مليون يورو وما فوق، بإطار خطة الأنقاذ الأوروبية اللي حصل عليها وحصلت عليها جزيرة الأسبوع الماضي. وأعلن الرئيس القبرصي أن الحكومة بتدرس أيضا العديد من السيناريوهات للتعويض عن قسم من الخسائر لتحملها حاملي الأسهم، أسهم المصارف وأيضا أصحاب الودائع. وكانت قبرص وافقت بالفترة الأخيرة وللإفلات من حالة التعثر بالسداد على اتخاذ إجراءات مأساوية طالت قطاع المصرفي للحصول على قرض دولي بقيمة 10 مليار يورو. نبقى بأوروبا، حيث أعلن وزير المال اليوناني أنه اليونان والترويكا الدائني، والدائني طبعا بتمثل صندوق النقد الدولي والمركز الأوروبي وأيضا صندوق النقد الدولي، كان توصلوا لاتفاق حول مواصلة البلاد جهود للإصلاح، ما بمهد الطريقة للإفراج عن دفعة جديدة من قروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لأتينا بقيمة 8.8 مليار يورو. هالقروض كانت علقت الأشهر الأخيرة بعد تعثر مفاوضات بين أتينا وممثلي الدائنين بشأن خفض حجم وظائف الدولة اللي بيطالب فيها الدائنين، إشارة إلى أنه إلى جانب اليونان كانت دول أخرى بتطالب أيضا بخطط إنقاذ، وكان شرط الجهات الدائنة هي توفير الوظائف، واليونان كانت مطالبة بخفض عدد الوظائف بحوالي 4000 وظيفة قبل نهاية السنة و11000 وظيفة أخرى بال2014، وطبعا هالمطالب رح توفي فيها اليونان.
تكشف الحكومة الفرنسية اليوم واللي بتشهد أزمة كبيرة نتيجة فضيحة وزير الميزانية السابق جيروم كايوزاك حول تهرب الضريبة، بتكشف عن ممتلكات الوزراء بعملية شفافة تعد ثورة بالعقليات الفرنسية، لكنها بتصير انزعاج بين اليسار واليمين. ورح تنشر الحكومة بالمجموع ممتلكات 38 وزير بما فيهم رئيس الوزراء جو مارك إيغو بكل تفاصيله. طبعا الخطوة الفرنسية تسجل بعد الاتهام اللي كان وجه لوزير الميزانية جيروم كايوزاك بالتهرب من دفع الضرائب عبر فتح حسابات بالخارج. منتابع أخبارنا، حيث اعتبر رئيس الكونفدرالية السويسرية إلى أنه لا يوجد أي سبب لتغيير استراتيجية سويسرية بالنسبة للسرية المصرفية، واعتبر أنه السرية ببلاده هي قيمة بتوازي السرية الطبية. وأوضح الرئيس السويسري أنه بلاده قدمت تنازلات عند موافقتها على رفع السرية المصرفية عن المودعين الأمريكيين بمصارفها. وتذكير كانت أعلنت لوكسمبورغ عزم إلغاء السرية المصرفية عن أراضيها ابتداء من عام 2015. نبقى بالقارة الأوروبية، حيث انتهت الحكومة البرتغالية من إعداد حزمة اقتطاعات لعرض على ترويكا جهات الدائنة الأسبوع الحالي، وبتشمل تخفيض موازنات الوزارات والخدمات العامة وتقليل النفقات التعليمية والصحية والخاصة بالدعم الاجتماعي وفرض ضرائب جديدة على أصحاب المعاشات. وتسجل هالخطط لسد العجز بالميزانية بعد قرار المحكمة الدستورية إلغاء إجراءات تقشف كانت الحكومة بتسعى من خلالها لتوفير 1.3 مليار يورو. وبيعتزم رئيس الوزراء البرتغالي تقديم هالمقترحات الجديدة للترويكا أي صندوق نقد الدولي، المفوضيه الأوروبية والمركز الأوروبي والمسؤول عن فحص الوضع بالبرتغال، وإمكانية أيضا إلزامها ببرنامج إنقاذ جديد. منتابع أخبارنا، حيث كشف المعهد الدولي لأبحاث السلام أن النفقات العسكرية بالعالم تراجعت بال2012 بالمقارنة مع 2011 بأول انخفاض يسجل بها المجال من عام 1998. وأوضح المعهد ومقر ستوكهولم أن هالانخفاض يفسر خصوصا بالاقتطاعات اللي أجرتها الدول الغربية بميزانيات الدفاع. وبدون احتساب التضخم انخفضت النفقات العسكرية العالمية 0.5% عما كانت عليه بال2011 لتبلغ 1750 مليار دولار بال2012 بحسب المعهد. وبالوقت نفسه زادت الصين نفقاتها العسكرية 7.8% وروسيا 16% العام الماضي. أما النفقات العسكرية بالولايات المتحدة فتراجعت بال2012 بحوالي 6% لتكون حصتها بالنفقات العسكرية العالمية أقل من 40% للمرة الأولى من انهيار الاتحاد السوفيتي نهاية عام 1991. إشارة إلى أن موازنة الدفاع الأمريكية اللي بتبلغ 682 مليار دولار بقيت السنة الماضية أكبر 4 مرات من ميزانية الصين اللي بتحل بالمرتبة الثانية عالميا بحسب هالميزانية، مع ميزانية تقدر ب 166 مليار دولار. إلى بعض المتفرقات الاقتصادية، قام البريطاني الشهير اللي عرف بتصميماته باهظة الثمن ستيوارت هيودز بالكشف عن هاتف آيفون 5 توصل قيمته لأكثر من 15 مليون دولار، واللي طلبه رجل أعمال وملياردير من هونغ كونغ لم يتم الكشف عن اسمه. وعلى الرغم من الإطار الذهبي ووضع حوالي 600 حبة ألماس لتزيين الهاتف، إلا أنه اللي رفع قيمة هالهاتف حبة ألماس نادرة ولونها أسود بتوزن 26 قيراط وتقدر قيمتها بحوالي 14 مليون دولار. وتم وضع هالألماظة النادرة مكانة زر هوم بهواتف الآيفون 5 واللي استغرق 9 أسابيع لتصميم هالجهاز الثمين. يعني مع هالصور الجميلة منتقل إلى جولة الأسواق العالمية، والبداية من بورصة بيروت اليوم اللي أنهت الجلسة على بعض الاستقرار بظل تباين بأداء أسهم سوليدار، ولكن المؤشر ميل للتراجع بضغط أكبر من أسهم سوليدار بي اللي أنهت الجلسة عند مستويات 13 دولار. إلى جولة على المؤشرات الخليجية، حيث السلبية مسيطرة بشكل عام على الأسواق الخليجية بظل حالة الغموض اللي بتلف الأسواق العالمية بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، وأيضا مع غياب المحافظات، ولكن كان بشكل عام عم بيحد من التراجعات بعض دعم من نتائج أعمال الشركات. والمؤشر السعودي عم بميل للتراجع بحوالي 0.5%، ولكن كما كنا ذكرنا بنهاية الأسبوع الماضي كانت أعلنت البنوك السعودية عن نتائج فاقت التوقعات، مما عم بيعطي بعض الدعم للمؤشر وعم بيحد من تراجعاته. إلى المؤشرات الآسيوية، حيث تراجعت الأسهم اليابانية صباح اليوم بالوقت اللي ارتفع فيه الين أمام الدولار بعد صدور بيانات غير إيجابية من الاقتصاد الصيني، بينما حثت الولايات المتحدة اليابان على توقف عن اتباع سياسات من شأنها خفض قيمة عملتها المحلية، إشارة إلى أنه كان تباطؤ
تعاطى نمو ثاني أكبر اقتصاد عالمي ل 7.7% بالربع الأول، وهو ما أتى دون التوقعات اللي كانت بتشير لإمكانية أنه يسجل نمو ب 8%. عفوا، إلى المؤشرات الأوروبية اللي تراجعت صباح اليوم بقيادة شركات التعدين بعد البيانات الصينية. طبعا الصين تعتبر أكبر مستهلك للمعادن بالعالم، مما أثار شكوك بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي. تراجعات بحوالي 1% بهاللحظات على المؤشرات الأوروبية. إلى أسعار المعادن، حيث وصل الذهب تراجعاته لا تنخفض الأسعار اليوم لأقل مستوياتها من سنتين بفعل المخاوف من مبيعات بنوك مركزية وانحسار التحفيز النقدي، بوقت سجلت حيازات صناديق المؤشرات العالمية أدنى مستوياتها بأكثر من سنة. وطبعا الذهب كان انخفض حوالي 7% على مدى جلستين، وبيتجه الذهب ليسجل أكبر هبوط ليومين من أيلول 2011. إشارة إلى أن المخاوف الكبيرة حول الذهب، هالتراجعات الكبيرة سجلت بين نهار الجمعة ونهار التنين اليوم، تسجل بعد إقدام أبرس على بيع 10 طن من احتياطياتها من الذهب، وبالتالي إمكانية توجه دول أخرى حول العالم لفك أزمتها المالية ببيع المعدن الأصفر، وبالتالي ممكن يصير في فائض بالذهب بالعالم، مما وضع ضغوط طبعا على المعدن الأصفر. أونصة الفضة تراجعات بحوالي 8% صباح اليوم أيضا، هناك مخاوف طبعا على أسواق المعدن حول العالم. أما العقود الأجلة للنفط، نفط الخام برنت و دبليو تي آي الأمريكي عم بيسجلوا أدنى مستوياتهم تقريبا بحوالي 3 أشهر بعد صدور البيانات غير المتفائلة من ثاني أكبر اقتصاد بالعالم الاقتصاد الصيني. تراجعات بحوالي 2% 2.5% على دبليو تي اي الامريكي دون ال 90 دولار، وصل صباح اليوم لمستويات 88 دولار تقريبا دبليو تي اي الامريكي. الى جوله على اداء العملات، حيث اليورو عم يسجل بعض الاستقرار السلبي، تراجعات بحوالي 0.5%، عم بحافظ بعض الشيء على مستويات فوق ال 31 61، ولكن اللافت هو الين الياباني مقابل الدولار اللي عاد لمستويات وارتفع بعد ما كان وصل لمستويات 99 90 بمنتصف الاسبوع الماضي، وعاد لمستويات 97 72 بعد ما كان اكد الحاكم الجديد على رأس البنك المركزي الياباني بأنه اتخذ كافة الإجراءات لكبح انكماش الأسعار، وطبعا الوصول لمستوى التضخم المستهدف عند 2%، مما أراح بعض الشيء العملة اليابانية. 97.72 للين الياباني. لهون وصلنا نهاية الاقتصاد، أنا برجع لكم بالنشرة المسائية بمزيد من الأخبار. عودة لكم باريس بين المليارات وفوربس وكفر والآيفون ب 15 مليون دولار. نعم، تركنا بحالي جولة يعني. جولة تسرية. شكرا موريس. شكرا لكم. في السراي، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ديفيد باراغوانس. هذا والتقى ميقاتي سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في لبنان برئاسة سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إخورست، وتم البحث في العلاقات بين لبنان ودول الاتحاد. استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين الموقوفين الستة الذين ألقي القبض عليهم في بلدة عين سحلتة، وفي حوزتهم كميات ضخمة من الأسلحة بهدف الإتجار بها. بالاشتراك مع 8 فارين من وجه العدالة، أقدموا على محاولة قتل عناصر من الجيش اللبناني بتاريخ 6 نيسان الحالي، وأصدر القاضي الزين مذكرات وجهية بتوقيفهم، كما قرر إبلاغ بعض الفارين من وجه العدالة وسطر بلاغات بحث وتحر لمعرفة هوية آخرين. سمع دوي صفارات الإنذار في المستعمرات الإسرائيلية في المطلي ومسكف عام ومرجليوت وأفيديم المقابلة لبلدات منطقة مرج عيون، وصولا حتى بلدة مارون الراس، ولم تعرف الأسباب. أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر يؤكد في حديث للإم تي في أن جبهة النضال جدية في تقديم طعن باقتراح قانون تعليق مهل الترشح للانتخابات النيابية. بعدما ترك وحيدا في معركة تمديد مهل الترشح للانتخابات وليس تعليقها، وسارت الأمور عكس ما يشتهيه، وبعدما قال أن من لديه هكذا حلفاء ليس بحاجة إلى أعداء، ترجم النائب وليد جنبلاط حرده بإعلان نيته تقديم طعن أمام المجلس الدستوري باقتراح القانون الذي أقر الأربعاء الماضي ويقضي بالتعليق. خطوة جنبلاط المرتقبة دستورية ومحقة وفق أوساطه، ولا شيء يمنع حصولها. هناك آلية دستورية للطعن بأي قانون يعني يتم التصويت عليه في مجلس النواب. الدستور يكفل هذا الأمر للقوى السياسية، يكفل هذا الأمر للمواطنين.
المواطنين بشكل جدا طبيعي. هناك مهزمة زمنية معينة خلالها طبعا سيتم التقدم بهذا الطعم من قبل جبهة النضال الوطني وعدد من النواب المستقلين على الأرجح. ويؤكد ناصر أن أساس الطعن هو الحرص على الاستحقاق الانتخابي. إذا كان هناك من أمر يعني بهذا الطعم يهدف إليه هو أنه هذا الاستحقاق الانتخابي يجب أن يتم بموعد الدستوري بشكل جدا طبيعي بعد أن يتم التوافق على قانون انتخابي. نحن لازمنا منفتحين على النقاش يعني في شأن قانون الانتخابات. تقدمنا بخطوات جدا مهمة يعني ونحن قدمنا خطوات جدا مهمة في شأن يعني القانون المختلط. إعلان نية جنبلاط الطعن بقانون تعليق المهل الذي وقعه رئيس الجمهورية شريكه في الوسطية دفع إلى التساؤل عن مستقبل العلاقة بين الرجلين، إلا أن مقربين من جنبلاط أكدوا أنها لن تتأثر. أولا يعني على الإطلاق العلاقة مع رئيس الجمهورية ممتازة وهي يعني تطور مستمر، يعني هذه العلاقة على الإطلاق لن يؤثر عليها هذا الأمر. الأساس معلوم تماما يعني موقف رئيس الجمهورية من مسألة إصراره على يعني إجراء هذه الانتخابات بموعدها من والخطوات الدستورية اللي اتخذها بهذا الإطار مع رئيس الحكومة المستقيل. فبالتالي يعني موقف رئيس الجمهورية المبدئي من ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها موقف ومن موضوع قانون الانتخابات ككل أمر جدا معلوم ومعروف لدى كل اللبنانيين. هل فعلا يقدم جنبلاط الطعن أم يحجم؟ سؤال جوابه غير متوفر حاليا، لكن خطوة كهذه لا شك في أنها ستؤثر على مجمل الوضع السياسي وعلى المشاورات والاستفافات وعلى المخارج المتداولة. أظهرت نتائج الانتخابات الفرعية لنقابة المهندسين في بيروت فوز مرشحي قرى 14 من آذار الذين كانوا يتنافسون على 5 مراكز في مجلس النقابة، وقد بلغت نسبة الاقتراع نحو 30%. في منطقة جل الديب بالقرب من سانتر ميدوي أدى احتكاك كهربائي في أسلاك إحدى أعمدة الكهرباء إلى اندلاع النيران في العمود، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل في المنطقة والتسبب بحال من الهلع بين السكان، كما أدى الحريق إلى تقطع الأسلاك الكهربائية وسقوطها على عدد من السيارات التي كانت مركونة في المكان دون التسبب بوقوع إصابات. في التقرير الخاص، شركات عالمية مهتمة بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه اللبنانية، لكن العملية لا تزال في مراحلها الأولى. تقرير جوني تانيوس. 52 شركة عالمية غالبيتها ذات خبرة عالية وسيط حسن تقدمت بطلب المشاركة في التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية الإقليمية ونجحت في تخطي مرحلة التأهيل الأولى. الشركات المتأهلة 6 من أمريكا، 1 من كندا، 1 من البرازيل، وأخرى من أستراليا. 19 شركة من عدد من الدول الأوروبية، 24 من آسيا، من بينها 1 لبنانية والشركة الوطنية الإيرانية، 3 من روسيا. أما من الناحية التقنية فقد قسمت الشركات بين مشغل وغير مشغل. 14 فقط مشغلة تستطيع عمليا استخراج النفط والغاز مثل إكسون موبيل وشيفرون وتوتال وبتروبراس، والباقيات غير مشغلات تقدم خدمات تقنية ودعما ماديا، علما أن التنقيب في بلوك نفطي واحد يتطلب تشكيل كونسورتيوم من 3 شركات أو أكثر، من بينها 1 فقط مشغلة. دليل الجدية بالتقدم للتأهيل هي أن لبنان عنده احتياط أكبر بكثير مما هو معلن في إسرائيل أو مما هو معلن حتى في قبرص، وعسى أن نحسن التعامل مع هذه الشركات ونحسن الاختيار رغم احترامنا لكل الموجودين واللي يتعاطوا، ولكن الخبرة بالتفاوضية خلينا نقول شبه معدومة. الخميس المقبل تعلن أسماء الشركات المتأهلة إلى مرحلة تقديم العروض التي تستمر حتى تشرين الثاني المقبل، ليتم بعدها التقييم والتفاوض على أن توقع العقود في شباط 2014 كما أعلن. ومعلوم أن المساحة الاقتصادية الخالصة للبنان 22,000 كيلومتر مربع، وهي مؤلفة من 10 بلوكات نفطية. من مصلحة لبنان أنه ما يلزم كل البلوكات، ممكن يعني يلزم حيث المؤشرات جدا إيجابية هي بالجنوب، يعني التراي بوينت اللي بتجمع حدودنا البحرية بمعنى بيننا وبين إسرائيل وقبرص، هذا بلوك لازم يبدأ العمل عليه بأسرع ما يمكن،
وهذا اللي بيتلزم. ونفس الشيء البلوك اللي واقع ما بين قبرص وسوريا ولبنان تراي بونت. يعني عين أكثر من طرف سياسي على النفط في لبنان، وحتى الساعة بحسب متابعين لا يمكن الحديث عن صفقات أو ما شابه ذلك باعتبار أن الأمور ما زالت في بداياتها والشركات المطروحة عالمية ولا مجال للتلاعب معها. وسبب الاهتمام هو طبعا المردود المادي الهائل لهذا القطاع. المردود المالي المباشر ما بتقدر تعرفه إلا وقت بتبلش التنقيب، لتعرف أنت قدي عندك كميات على أي عمق، شو كلفة الاستخراج وشو سعر النفط. إنما الأهمية الاقتصادية فيك تدرسها من هلأ، لهذا السبب اليوم لازم تخطط لها. الخطوة اللي لازم تعملها الدولة هي أنه توضع خطة نفطية من خلالها بتقول كيف بدها تدير الاستخراج النفط، كيف بدها تستثمره. ووفق أزعور من المهم تحصين الجهات المسؤولة عن هذا الملف. بدك تخلق من خلال الهيئة الناظمة مؤسسة عندها استقلالية مالية، عندها استقلالية إدارية وعندها مصداقية على شكل مصرف لبنان اليوم بالقطاع المالي والمصرفي. حاليا لوحات إعلانية تملأ الطرق عن العز الذي ينتظره لبنان بعد التنقيب عن النفط والغاز واستخراجه، غير أن الأمور تحتاج عشرات السنين. وفي الانتظار ثمة قضية لابد من التطرق إليها، وهي الحدود البحرية والنزاع مع إسرائيل، وهذه قضية نعالجها في تحقيقات مقبلة. حلوة وكذابة، من مسلسل تلفزيوني ناجح إلى عنوان لسلع تجارية وماركات مسجلة في الأسواق المحلية. كثر هم اللبنانيون الذين صاروا يفضلون عدم الخروج من منازلهم ليلة الأحد من كل أسبوع، أو على الأقل الذين يقصدون العودة إليها باكرا، لأنهم على موعد مع حلوة وكذابة بفصول جديدة من الكذب الخفيف على الحبيب المتيم. شهرة هذا المسلسل دفعت بعض تجار الجملة ومحال الملابس والأكسسوارات إلى الاستفادة وإرضاء الزبائن، فأصبحت للنساء جزادين حلوة وكذابة من كل الألوان والأحجام. هذا المسلسل خلق جدلية أنه ما عاد الكذب خطية ولا عاد بيعمل مشكلة، على قد ما كانوا ناجحين بالدور وبالسيناريو بكل شيء، لأنه هي كانت عم تتجمل أكثر مش عم تكذب. الفكرة عطتني إياها كريستي جاليكيون يلي قلت لها بدنا نعمل شيء سكيت بس غير أرقام وغير كل اللي بالسوق، يعني ما منلحق بيعملون. من عمر 10 سنين لعمر 36 سنة عم بيحملون. القيمون على مسلسل حلوة وكذابة يعتبرون أن العمل المتقن والمتكامل هو الذي أفضى إلى هذا النجاح. نجاح العمل الدرامي هو نجاح كل عناصره، يعني بده يكون النص جيد والإخراج جيد، الأبطال جيدين وبقية الممثلين جيدين. حلوة وكذابة يعني مسلسل إذا بدك قدر يطال كل أفراد العائلة وتوفقنا فيه، كل الناس بتحضره عم بيجيب نسبة مشاهدة كتير عالية وين ما تروح حلوة وكذابة كل الناس بتتابعه، فهالشي خلى إذا بدك التجار يستفيدوا من الحالة. وبحسب حداد ستكون هناك مفاجأة لمحبي المسلسل. نحن هيك حابين هالظاهرة يلي إذا بدك تفشت بالمجتمع عنا إنه يكفوا معنا، بس هالمرة مش بالتلفزيون، رح نخدهم على السينما، فعاملين فيلم كتير مهضوم، الفيلم اسمه حلو كتير وكذابة. الكذب عيب عند صاحبه، ولكن مع حلوة وكذابة انقلبت المقاييس ليصبح الكذب عند النساء الجميلات نوعا من الدلع أو وسيلة للإغراء وإيقاع الحبيب في الشباك. بوجودك أحلى جنة. بعد الإعلان، التفجيرات تدمي العراق. أهلا بكم من جديد. تذكير بالعناوين: تجدد القصف من الجانب السوري على بلدة القصر البقاعية، اجتماع في بعبدة برئاسة الرئيس سليمان وحضور ميقات وقادة الأجهزة الأمنية بحث في الخروقات السورية واتجاه إلى تقديم شكوى للجامعة العربية في شأنها، عشرات القتلى والجرحى في العراق في سلسلة اعتداءات بسيارات مفخخة قبل أيام من انتخابات مجالس المحافظات،
واشنطن تؤكد أنها لا تزال منفتحة على محادثات مع كوريا الشمالية وتدعوها إلى القيام بخطوة نحو هذه المحادثات. رئيس فنزويلا بالوكالة نيكولاس مادورو يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية خلفا لتشافيز. وقفة مع الرياضة والزميل جورج سويدي قبل متابعة الأخبار السياسية. مرحبا جورج. هاي منى. هاي ماجد. شو الأخبار الرياضية؟ صفحة حرزينة من أخبار كرة القدم بعد الويك أند، أيضا أخبار رياضة ميكانيكية وتنس. تفضل. Thank you. بداية أخبارنا مع الفوتبول الأوروبي ومع نص نهائي الـ FA Cup أو كأس الاتحاد الإنجليزي. المواجهة النارية كانت عم تصير مساء امبارح بين تشيلسي ومانشستر سيتي على ملعب ويمبلي المتجدد بلندن، والسيتي فتح تسجيل عبر اللاعب الفرنسي سمير نصري لينتهي الشوط الأول 1-0، ومع انطلاق الشوط الثاني بضيف ساجو أغويرو هدف 2-0 للسيتيزنز بكرة رأسية بغتت الحارس بيتر تشيك قبل ما يقلص المهاجم السنغالي ديمبابا النتيجة لتشيلسي 2-1، وتنتهي المباراة بها النتيجة النهائية. السيتي عم يتأهل للفينال لمواجهة فريق ويغان اللي كان فاز نهار السبت بتين نص نهائي على فريق ميلول 2-0. منتابع مع الفوتبول الأوروبي ومن إنجلترا لهولندا، والدوري الهولندي الأوروديفيزي المرحلة 30 ختامها كان مبارح مع المواجهة الأقوى بين المتصدر ووصيفه، عم نحكي عن أياكس أمستردام وبي إس في أيندهوفن يلي التقوا بملعب الفيليبس ستاديون بأيندهوفن. هالمباراة الحماسية جدا افتتح فيها نادي أياكس التسجيل عبر اللاعب الأيسلندي كولبن ثيغورسن بالدقيقة 33، وبعادل بي إس في قبل نهاية الشوط الأول عبر جيرمين لانس 1-1 بالدقيقة 43، ومع انطلاق الشوط الثاني بيسجل اللاعب الدنماركي كريستيان أريكسن هدف التقدم من جديد لأياكس بالدقيقة 52، ومرة جديدة جيرمين لانس بيعادل لبي إس في بالدقيقة 69 2-2 قبل ما يخطف نادي العاصمة أياكس أمستردام الفوز بالدقيقة 77 بهدف لدورك بوري جيتر ليرفع رصيده ل 66 نقطة بالصدارة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسي نادي بي إس في أينهوفن. منتابع أخبارنا ونوصل للرياضة الميكانيكية مع رالي البرتغال الجولة الرابعة من بطولة العالم من WRC، وكانت السيطرة بها السباق هيدا للفرنسي سيباستيان أوجي على متن الفولكسفاجن اللي كان عم بيحقق فوزه الثالث على التوالي ببطولة العالم، وكان السيئ الفرنسي تجاوز المشاكل الميكانيكية اللي واجهته باليوم الأخير من دون ما يرتكب أي غلطة خلال المراحل 15 الخاصة للسرعة بالسباق على مدى 3 أيام من المنافسات، وتقدم بفارق 52 ثانية عن صاحب المركز الثاني ميكو فيفورن سيئ سيتروين. وكان فريق فولكسفاجن عم يسعى للفوز بالمركزين الأول والثاني، لكن أماله تبخرت مع التعرض الفنلندي ياري ماتي رادفالا لخلل باليوم الأخير ليتراجع إلى المركز الثالث بالترتيب. أكيد عم بيعزز أوجي صدارته لترتيب بطولة العالم بفارق 54 نقطة عن أقرب منافسي ميكو هيرفونن. ايضا باجواء السرعه وعالم المحركات من ال WRC لل F1، الجوله الثالثه من بطوله العالم كانت عم تصير بها الويك اند بالصين على حلبة شانغهاي، وسائق فيراري الاسباني فرناندو الونسو كان الاسرع بهالجوله بعد ما هيمن على السباق اللي انطلق فيه من المركز الثالث من البدايه للنهايه ووضع اسمه بين الخمسه الاوائل بالترتيب العام وتحديدا بالمركز الاول امام اسماء بارزه كانت عم تنافسه بهالسباق. على راسه كان لويس هاملتون وكيمي رايكونن، كان تاني هاملتون تالت، وفيتال بطل العالم بالمركز الرابع بعده بترتيب بطولة العالم بالمركز الأول. ألونسو تقدم للمركز التالت بالترتيب من بعد ما فاز بالسباق الصيني. نوصل للتنس. دورة هيوستن الأمريكية تحضيرية للدورات المهمة على الملاعب الترابية كانت عم تصير المباراة النهائية مبارح الأحد، وعوض الأمريكي جون إيسنر المصنف خامس بالبطولة خيبة العام الماضي وتوج بطل لها الدورة بفوزه بالنهائي على الإسباني نيكولاس الماغرو الأول 6-3 و7-5. وكان إيسنر 27 سنة ومصنف 23 عالميا، خسر نهائي الموسم الماضي مع الأرجنتيني خوان موراكو، إلا أنه اللاعب العملاق مترين وستة سنتيمتر نجح بتخطي الماغرو وأحراز لقبه الأول بعام 2013 على الملاعب الترابية، والسادس بمسيرته بعد ما حقق فوزه الأول على منافسه الإسباني من أصل ثلاث مواجهات بيناتهم. نختم مع الـ NBA. مباراة حماسية ضمن منافسات المنطقة الغربية كانت عم تجمع دنفر ناجتس وبورتلاند تريل بلايزرز بالبيبسي سنتر بدنفر بولاية كولورادو. فريق الناجتس كان عم بيأكد مركزه الثالث بالويسترن كونفرنس، وأكيد كان ضامن التأهل للبلاي أوفز بفوز 118-109
ليحقق فوزه ال 55 وهو اعلى رقم له بتاريخه بمشاركته بعالم ال NBA. دنفر ناجتس تألق بصفوفه اللاعب اندري ايجودالا مع 22 نقطه 7 ريباوندز و9 اسيست، بينما كان افضل لاعبي بورتلاند اللي تلقى خسارته ال 11 على التوالي دانيال ليلارد مع 30 نقطه 5 ريباوندز و6 اسيست. بابرز باقي النتائج، ميامي فاز على شيكاغو، نيويورك على انديانا، ليكرز بغياب كوبي برايانت كان عم يفوز على سان انطونيو، ودالاس فاز على نيو اورليانز هورنتس. هذه كانت ابرز اخبارنا. ماجد ومنى اقدر لكم شكرا. ميرسي جورج. في العراق قتل أكثر من 24 شخصا وجرح أكثر من 200 في سلسلة هجمات استهدفت مناطق متفرقة، وذلك قبل أيام من انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في 20 نيسان. وأكدت مصادر أمنية أن الهجمات المنسقة التي نفذت بسيارات مفخخة وبعبوات ناسفة وقعت في ذروة الحركة الصباحية في مدن كركوك وطوز خرماتو والسمراء والحلة والناصرية وتكريت والموصل ومدينة معقوبة شمال شرق بغداد. أفادت وسائل أعلام مصرية قبل قليل بأن القضاء المصري أمر بالإفراج عن مبارك في قضية محددة، لكنه سيبقيه في السجن في قضايا أخرى. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الزميل هشام مهران. هشام، كيف تلقى المصريون والشارع المصري خبر أو هذا الخبر الذي قضى بالإفراج عن الرئيس مبارك تحديدا في قضية قتل المتظاهرين؟ نعم، يعني كان هناك حالة من السجال القانوني طوال الأسابيع الماضية حول مسألة الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك، وكان هناك توقعات قوية بالإفراج عنه فيما يتعلق بقضية قتل المتظاهرين. قبل لحظات قليلة بالفعل صدر قرار بإخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين، ولكن مع استمرار حبسه على ذمة قضايا أخرى. المحكمة انعقدت اليوم لنظر تظلم مقدم من الرئيس السابق حسني مبارك إخلاء سبيله، وتضمنت مذكرة الدفاع أن فترة الحبس الاحتياطي بدأت في 12 إبريل 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية يتحتم إخلاء سبيل مبارك إعمالا لصحيح القانون، وبالنظر إلى أن الحكم الصبر ضده في قضية قتل المتظاهرين بالسجن المؤبد قد أسقطته محكمة النقض. المحكمة سألت عن وجود سند قانوني لاستمرار حبس مبارك، ولكن ممثل النيابة قال أنه لا يوجد سند قانوني لاستمرار حبسه، ولكنه محبوس على ذمة قضايا أخرى. حسب المتحدث الرسمي باسم النيابة فإن الرئيس السابق صدر ضده قرار بالحبس لمدة 15 يوما في قضية إهدار مال عام في القصور الرئاسية، ولكن أنصار مبارك الذين تجمع عشرات منهم خارج مقر أكاديمية الشرطة حيث تعقد المحاكمة يرون أن هذه القضايا الخاصة بالقصور الرئاسة هي لأسباب سياسية بحتة ولا تستند لأسباب مادية، وأن الهدف منها هو إدخال مبارك في قضية أخرى ليستمر في الحبس الاحتياطي. المحكمة اليوم أيضا فاجأت الدفاع عندما أعلنت أن القاضي الذي تنحى عن نظر قضية مبارك يوم السبت الماضي زيل قرار التنحي بقرار حبس الرئيس السابق مبارك، وهو ما اعتبره الدفاع عن مبارك إجراء غير قانوني. للإشارة أيضا فإن المحكمة نظرت اليوم إلى جانب التظلم المقدم من حسني مبارك، القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب في البورصة، والمتهم فيها أيضا نجلي مبارك علاء وجمال وسبعة آخرين، وهما يطلبان بالمناسبة نفس الطلب بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي، وربما يصدر في هذه القضية أيضا قرار في نهاية الجلسة. بالنظر إلى أن علاء وجمال هما المتهمان الوحيدان المحبوسان على ذمة هذه القضية. الزميل هشام مهران شكرا جزيلا لك. في الكويت حكمت محكمة على القيادي في المعارضة ونائب السابق مسلم البراك بالسجن 5 سنوات مع النفاذ بتهمة المساس بذات الأمير، ما قد يفتح الباب أمام تحرك جديد للمعارضة في الشارع. براك الذي لم يحضر الجلسة وصف الحكم بأنه غير قانوني، مشيرا إلى أنه سيسلم نفسه إذا ما أتت الشرطة لأخذه. أبدت الولايات المتحدة استعدادها للتفاوض مع كوريا الشمالية إذا قامت بخطوة في هذا الاتجاه، فيما يخشى العالم من احتمال إطلاق صاروخ كوري شمالي في ذكرى ولادة مؤسس النظام.
وفي ختام جولته في اليابان قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إن الولايات المتحدة ما تزال منفتحة على إجراء محادثات نزيهة وذات صدقية حول نزع الأسلحة النووية، لكن الكرة الآن في ملعب بيونغ يانغ. في فرنسا عثر على رأس خنزير وشعارات تتسم بطابع عنصري في ورشة لبناء مسجد في منطقة كولومييه قرب باريس، وعبر المرصد الفرنسي المناهض لمعاداة الإسلام عن استيائه واشمئزازه من أشخاص يواصلون انتهاك حرمة الأماكن المقدسة. بعد الإعلان، مادورو يخلف تشافيز. والآن إلى الأحوال الجوية مع ألين. مرحبا. رح يتأثر لبنان بمنخفض جوي حامل معه كتل هوائية باردة بيوصل عنا اعتبارا من مساء اليوم، بحول طقسنا إلى متقلب مع أمطار وهواء قوي. اتجاه رياح جنوبي غربي، الحرارة على الساحل بتتراوح بين 22 وال 24 درجة على الجبال، بين 16 درجة وال 25، أما بالداخل فبتتراوح بين 20 وال 25 درجة. الرطوبة عالية، الهواء خفيف لمتوسط السرعة، البحر معتدل والجو صافي إلى غائم جزئيا، بيتحول بالليل إلى غائم وممطر مع هواء قوي وعواصف رعدية. جولة من الجو بتاخذنا فوق بعض المناطق وديعة اللبنانية لنشوف كيف طقسها، ونبلش جولتنا من دنكة 20 درجة بلا 16، ميروبة 19 درجة، 20 درجة بزبوغة، بسيبة 22، صيدا وصور 23 درجة، عيترون 20، كمان 20 درجة، بحصبية صغبين 22، عين بورداي 22، والختام بالقاع مع 23 درجة. كيف يكفي طقسنا اليوم وبالايام الجايه؟ اليوم الاثنين بتسجل حراره 24 درجه بالنهار، وبيتحول طقسنا الى ممطر بالليل 20 درجه لنهار الثلاثاء، وطقسنا ممطر بيستقر على هالشكل للاربعاء مع 21 درجه، طقسنا غائم الخميس و21 درجه. بعد صوركم عم توصلنا من كل المناطق اللبنانية على يوريبورت الموجودة على ويب سايت الام تي في والام تي في اب، وصور اليوم وصلنا من ماجد ابو عراج من الارعون، أما الصورة الثانية فوصلت لنا من ماجد فخري من الروضة. نحن ناطرين صوركم من وين ما كنتوا موجودين حتى نعرضها بنشرتنا، وأنا بلاقيكم الليلة بآخر نشرة 8 إلا 8. بالعودة إلى الدوليات، فاز رئيس فنزويلا بالوكالة نيكولاس مادورو بفارق ضئيل جدا في الانتخابات الرئاسية خلفا لهيوغو تشافيز وفق النتائج الرسمية التي رفضتها المعارضة، مطالبة بتعداد جديد لمجمل الأصوات. وأشاع هذا التقارب الكبير في النتائج أجواء من التوتر والغموض في هذا البلد النفطي. والآن إلى صفحة متفرقات سريعة. مبنى بلدية مدينة الباسو القديم انهار بظرف 10 ثواني وترك وراه كم كبير من الدخان والغبار. هالانفجار المخطط للمبنى يلي عمره 34 سنة هو لبناء مكانه ملعب بيسبول، ورح يتم افتتاحه الربيع المقبل. عم تحتفل كوريا الشمالية بالعيد 101 على ولادة القائد الأول بالبلاد كيم إيل سونغ، وبالرغم من تهديد كوريا لكل العالم ظهر أبنائها ببيونغ يانغ بكل هدوء وعم يحتفلوا بالمناسبة مثل كل سنة على طريقتهم. مغنيوتو بونو وجينيفر هاتسون كانوا من المشاهير يلي احتفلوا بالعيد الثمانين للمنتج الموسيقي كوينسي جونز والممثل مايكل كين. هالعمالة الاثنين احتفلوا سوا بالسابق بعيدهم، والأموال يلي تم جمع من الحفل رح تتقدم للمساهمة بمواجهة مرضي الألزهايمر والباركنسون. نشرة بيروت اليوم انتهت. تابعوا دائما أخبار الام تي في عبر صفحاتها ام تي في لبنان نيوز على تويتر وام تي في لبنان على فيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. القسم الثاني، حوار يجريه الزميل أنطوان سعد مع ضيفه الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الغز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.